عاصمة الاسكول فيديو اليوم هي How to Travel for Cheap 102 Airbnb و HostelsWorld.com. Donc, make sure you تعالوا لخ الفيديو ويمشي نقولكم كيفاش you can save up to 35 euros على أول سفرة تعملوها مع Airbnb. ما غير ما نضيع الوقت, let's get started. Bright lights, I can't really see right. Cold eyes to hide what it feels like. They take from me what I need from you. Fast steps to find my way back to your love, we're due for a comeback. I get from them what I give to you. Please take me back to a dream where miles away, a place is never seen. Show me the wonders above, 'cause I don't need your favor, just your love. Please take me back to, please take me back to, please take me back to where my heart was on fire. Back to, just take me back to, just take me back to where my heart was on fire. Donc, partie d'où là, Airbnb. Pour faire vite, Airbnb, c'est une application qui met en contact un bed عندهم ديال باش يكليوها مع un bed يحبوا يكليو ديال. هكاك تنجموا تلقاو الدار المناسبه بالنسبه لكم انتم تكليوها durant votre séjour في البلاد اللي تمشيو لها. كما تشوفوا الانترفاس نتاع Airbnb اي سامبل, تختاروا البلاصه اللي باش تمشيو لها, تختاروا لي دات نتاع السيجور نتاعكم, نومبر نتاع ترافلرز, تنجموا تدخلوا دي فيتر بلوز افونسي, تختاروا الفورشيت نتاع لو شيم اللي تحبوا تدفعوهم, تختاروا دي اوبسيون كيما الواي فاي, بريكفاست. مانيش نحكي لكم برشا في الفيديو هذي على كيفاش تعملوا كونت اير بي ام بي ولا كيفاش تختاروا البلاصه المناسبه ليكم انتم, هذا الكل تنجموا تلقاوه في بلوزيوغ فيديو اخرين موجودين على اليوتيوب. باغ كونت في فيديو اليوم باش نحكي لكم على حاجات بوكو بلو براتيك. دونك تحضير الفيديو هذي ما كانش كالعاده, ما رجعتش لجوجل, ما دخلتش اليوتيوب, باغ كونت رجعت قريت الدايريز نتاعي. اول حاجه يوفوا اخترتوا البلاصه اللي باش تمشيو تسكنوا بوحديها, ماذا بيكم تبعثوا ميل للهوست نتاعكم. في الميل هذا اول حاجه تسالوها عليها هي اللوكيشن. صحيح الابلكيشن نتاع اير بي ام بي تعطيكم اللوكيشن, اما ديما ماذا بيكم تثبتوا مع الهوست نتاعكم اللوكيشن هيك هي اللوكيشن الصحيحه, وتثبتوا اللوكيشن هيك هي اللوكيشن اللي انتم تحبوا عليها. باش تفهموني باش نحكي لكم على الفوياج اللي عملته في سانتوريني. سانتوريني بالنسبه للعباد اللي ما يعرفوهاش متكونه من اربع جزر. فهم جزيره برك فيها كل البلايص المزيانين اللي تاخذ فيهم تصاور مزيانين, فيهم البواتيت, فيهم الجو الكل. ثلاثه جزر الاخرين معمولين للوكلز, ما فيهم الجو, ما فيهم سهريه. دونك انا وقت اللي بوكت في بلاصه في اير بي ام بي ما كانش في بالي بالحاجات هذوما الكل, دوكو اخترت ارخص بلاصه اللي هي جات في جزيره اسمها ناكسوس تابع سانتوريني اللي هي واحده من الجزر الثلاثه اللي ما فيهمش الجو. كان ما جيتش بعثت ميل للبروبريتير نسال فيها على النايت كلوبس والنايت لايف, ووقتها هو فسر لي انا غاد في الجزيره راني عديت ويكاند يعيف في بلاصه ما هي البلاصه اللي نحب نمشي لها, وراه فلوسي الكل مشى وخساره. دونك جو با انسيستي اسي على اللي فيك لازمكم تثبتوا في اللوكيشن مع الهوست نتاعكم. ثاني حاجه لازمكم تسالوا عليها في الميل هي كيفاش تمشيو من لايغوبور ولا من الكار لللوكيشن نتاعكم. الهوست نتاعكم ينجم سوا يحكيكم على ترونسبور بوبليك, سوا يقول لكم ياخذوا تاكسي, ووقتها ماذا بكم تزيدوا تسالوه على لي تاريف نتاع لي تاكسي باش هكاك ما يغشوكمش لي تاكسي. وصارت لي قبل وتليعت منها. الحاجه الثالثه اللي باش تسالوه عليها في الميل نتاعكم هي التشيك ان, لازمكم تثبتوا معاه سواء باش يجيكم هو, سواء باش يبعث لكم عاد, سواء باش يخلي لكم المفاتيح في بلاصه وانتم لازمكم تاخذوهم. حاجه ولا يستعملوا فيها برشا في الاير بي ام بي, ولنا صاروا لي مشاكل قبل وقت اللي ماشي الاتين باغ اكزومبل الهوست نتاعنا قالنا لي باش يخلينا المفتاح في البوات بوستال. وقت اللي خلطنا مخر وقت ال 11 نتاع الليل لقينا بوكس كبير نتاع البوات بوستال, قرابه 200 بوات بوستال نتاع الاماره الكل. دونك قعدنا فوق الساعة واحنا نلوجو على البوات بوستال صحيحة باش لقينا المفتاح. الوقت هذا الكل وي كود اوف سيف كان جوست سالناه في الايميل من الاول انا هي البوات بوستال صحيحة, قولوا يصور لك البلاصة اللي باش تلقى فيها المفتاح ولا يوصفها لك بالتدقيق. توا اون فوا جاكم الهوست نتاعكم باش تعملوا تشيكين, اهم حاجة تسألوها عليها هي ان المفاتح كيفاش يحلوا الباب, شنو هما المفاتح الموجودين. دو اللي هي حاجة بالرسمي اي ستراجل ويز على الاخر اللي هي الكود نتاع الواي فاي, لازمك تثبت في كود الواي فاي, تثبت الواي فاي يخدم لك. سينو باش يصير لكم كيما صار لي انا, تلقى روحك دخلت للدار مع نص الليل ما عندكش مويان كومينيكاسيون, لا تنجم تكونتاكتي الهوست نتاعك, لا تنجم تكونتاكتي عائلتك, لا تنجم تكونتاكتي حتى عبد. دونك اسالوا على كود الواي فاي. من الحاجات الاخرين اللي ماذا بيكم تسالوا عليهم هما الاير كونديشنينغ, اسالوا على الكليماتيزور كيف يخدم. باغ اكزومبل فم بيتس كنت فيها ما يتحل الكليماتيزور كما يتسكروا شبابك الكل, سيستم عمري ما سمعت به من قبل. دونك ماذا بيكم تسالوا من الاول باش يكون كل شيء كلير. حاجه اخرى لازمكم تسالوا عليها هي كيفاش تسخن الميل.
dans différents pays, فهم différentes méthodes pour تسخن الماء, فهم دار مديال اللي سكنت فيها, قالوا لي لازم نشعل الهيتر نص ساعة قبل ما ندخل ندوش ونهوي بيت الحمام وبعد نطفي الهيتر وقت اللي باش ندوش. من الاخر ديفيرونت ميثود ماذا بيكم يو كليريفاي ايفريثينغ مع الهوست نتاعكم. حاجة أخرى كنت ماذا بيا نعرفها وقت اللي بيك اير بي ان بي هي الماء. أغلبية الهوست يخليو حاجات خفيفة في الدار باغ اكزومبل جو, ماء, قهوة, أغلبية الوقت عندك الحق تكونسوميهم, أما ديما ماذا بيك تثبت مع الهوست نتاعك. حاجة أخرى ماذا بيك تسأل عليها الهوست نتاعك هي اللوكال ستورز. ماذا بيك تسأل الهوست نتاعك على حماس يبدا قريب ويبيع بأسوان نتاع اللوكلز باش ما تتغشش وتمشي تشري مع عند ستوري يبيع بأسوان نتاع توريست وهكاك تخسر برشا فلوس. آخر حاجة تسأل عليها الهوست نتاعك هي تشيك أوت, وقتاش الوقت نتاع تشيك أوت, وين تخلي المفتاح, اسكو باش يجيك هو. دونك فوالا هذا شنو عندي باش نقولكم على اير بي ان بي. تو نتعداو للدوزيام باغتي باش نحكي لكم على hostelsworld.com. دونك سيت اون بلاتفورم اللي تخليكم تختاروا هوستلز, تشوفوا الريفيوز الموجودين عليهم, تشوفوا الريتينجز الموجودين عليهم, وتنجموا تعملوا ريزرفاسيون ديريكتومون سور لابليكاسيون. Par contre, je vous déconseille fortement انكم تعملوا ريزرفاسيون تاعكم على الابليكاسيون هذه, على خاطر كي جيت نقارن في الاسوام بين الابليكاسيون وبين انك تعمل ريزرفاسيون وحدك, لقيت اللي تنجم تربح up to 10 euros per night وقت اللي تعمل ريزرفاسيون وحدك. دونك شنو نعمل انا كل ما نستعمل الابليكاسيون هذه, ندخل الابليكاسيون, نشوف الريفيوز, نختار البلاصه نتاعي, وبعد ندخل جوجل نلوج على لوبيرج هذه ونبعث لهم ايميل ولا نطلبهم سا ديبون من الكونتاكت اللي هما حاطينه, ونعمل الريزرفاسيون تاعي باغ تليفون ونخلصهم كاش وقت اللي نمشي. هكاك تجيني ارخص ومن غير ما نتعدى بالميدل مان اللي هو هوستلز وورلد. التيبس اللي نجم نعطيهم لكم اون سو كي كونسيرن الهوستلز هي ان, ماذا بيكم تهزوا معاكم المانشفا نتاعكم. اغلبيه الهوستلز يعطيهم ناشف, اما فما هوستلز يعطيهم ناشف بالفلوس, دونك علاش لازم تكون عندكم المانشفا نتاعكم. الحاجه الثانيه هي انك تهز معاك الكادنا نتاعك. اغلبيه الهوستلز يسكنوك في دورم مع برشا عباد, دونك لازمك ديما تكون سيف. الهوستل هو باش يعطيك لوك وباش يعطيك لوكر, اما ديما ماذا بيك عندك اللوك نتاعك. حاجه اخرى اسونسيال بالنسبه لي انا وقت نمشي الهوستل هي اير بلاكس. ما نجمش نسافر من غير الاير بلاكس نتاعي, تعاش على روحك مع شكون باش يحطوك في البيت, نجم نحطوك مع واحد يشخر. دونك تو كيما وعدتكم كيفاش يو كان سيف اب تو 35 يوروز على اول ريزرفاسيون تعملوها مع اير بي ان بي. حطيت لكم اللين في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذه. كانكم جدد على اير بي ان بي وتو باش تعملوا كونت بور لا بروميير فوا, ادخلوا اللين هكا هكاك تنجموا تربحوا 35 اورو على اول سفره تعملوها مع اير بي ان بي. حاجة نسيت ما قلتهاش هي انه اير بي ان بي ما يقبلش انك تخلص سيغ بلاس, دونك لازمك تدبر شكون يخلص لك اون ليني, ولا كان عندك انتي كارت ولا مويان بايمون اون ليني سا سخي بارفي. كملنا الفيديو اليوم, جيسبيغ كو عجبتكم. نلقاكم الجمعة الجاية في فيديو نحكي لكم فيها على احسن ابس لازم يكونوا عندك وقت اللي باش تسافر. هوب اي سي يو ذان, تشاو.